كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد أمس في زيارة أخوية لمملكة البحرين. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اجتماعا مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسعادة السيد محمد مبارك المزروعي وكيل ديواني صاحب السمو ولي العهد. وقد رحب جلالة الملك المفدى بأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واستعرض مع سموه العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في إطار المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما من شأنه دعم العمل الخليجي المشترك بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوبنا الشقيقة ومواجهة مختلف التحديات الراهنة انطلاقا من إيمان دول المجلس بوحدة التاريخ والهدف والمصير المشترك. وبحث جلالة الملك المفدى وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كذلك مجمل التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها والتشاور حول عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غداء تكريما لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق. وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مغادرته البلاد والوفد المرافق. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.